بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة الأهلي، أهلا بكم أينما كنتم. الكلمة بين الخيانة والمسؤولية. إبراهيم، أهلا بك يا باشمهندس، وأهلا بك وأعزائي المشاهدين. وموعد يتجدد معكم والحلقة 667 من ملك وكتابة، لقاء الاثنين، والذي يأتي في ليلة مباراة مهمة جدا الأهلي بيأخذها في تنزانيا، في الاستمرار بحثا عن العاشرة إن شاء الله. الكلمة، كلمة بين الخيانة والمسؤولية. المثل البلدي كده بيقول لك لسانك حصانك، إن صنت حصانك وإن خنت خانك، هنت هانك. وأنا بقى بقول لك إن خنت خانك، لأن الخيانة هنا لما أحيانا الكلمة تخون صاحبها فتغرقه، ولكن أحيانا الكلمة تؤذي محيطه. صحيح. فأنا الأوان أن نحمل جميعا مسؤولية الكلمة بصراحة. أنا الأوان لحاجات كتيرة جدا، لكن في حلقة النهاردة هنشوف مين اللي صان حصانه فصانه، ومين خان حصانه فخانه أو هانه. حلقة مهمة، هذه أبرز عناوينها. مقالي ومقاله، أبدا هي ليست حربا. الغربال هو ده الأهلي، وبعظمة لسانه ومن يحاسب حمالة الحطب. الشموع الحمراء أحمد حسنين باشا، وأسرار الملك فلافيو الرأس الذهبية، وأخيرا مجلتنا من 40 سنة. ده المحتوى اللي هنناقشه مع حضراتكم النهاردة، ونتمنى إن شاء الله إن احنا نقدر نتناوله جميعا. لكن زي ما تعودتوا معانا دايما ضربة البداية باستمرار. مقالي ومقاله، أبدا هي ليست حربا. بكرة الساعة 3 العصر الأهلي يا باشمهندس بيواجه سيمبا التنزاني في العاصمة التنزانية دار السلام. دي المباراة في الجولة الثانية بالمجموعة الأولى لدور المجموعات في دوري الأبطال، واللي الأهلي بيبحث فيها عن العشرة إن شاء الله. لكن أجواءها غريبة قوي، أجواءها اللي متصدرة لنا. أيوة، اللي متصدرة لنا. إنها في احتقان، وفي حرب منتظرة، وفي يعني معركة ما احناش عارفين هتخرج عن إطار الرياضة، ولا يعني هتوصل لحد فين. ده اللي متصدر لنا من أول المشهد الذي قيل أنه صورة تذكرة المباراة، واللي احنا النهاردة هنتحقق من كل هذه الأخبار ومدى سلامتها، سواء من الحشد الجماهيري في الملعب أو من الأجواء اللي هي حوالين المباراة، وماذا وبما تشعر بعثة الأهلي. كل ده خليكم معانا، هتعرفوا الحقيقة بعد دقائق يعني. لكن لو الأجواء كده، أو من يريد أن يصدر هذه الصورة، هو ده جزء من خيانة الكلمة لأصحابها. لأنك أنت لما تصدر هذا المشهد أنت فاهم أنك بترعب المنافس، لكن الحقيقة أنت أيضا بتأذي نفسك. لأن مفيش مسؤول على مستوى رياضة إقليمي أو عامل أو دولي هيقبل هذه الأجواء. وأعتقد أن يعني إذا وأنت لما ترجع بقى شوية، لأن احنا مؤكد هنطرح هذه القضية أيضا بتفاصيلها، ما حدث من بعض الإعلام المنسوب إلينا في مصر، وكان عايزين ياخدوا سكة ماتش الأهلي والمريخ إلى أين؟ طريق سبق أن خضناه مع الجزائر، ومع الجزائر أيضا في السودان. والآن هذه العملية قبل وأثناء وبعد المباراة بما أحيط بها من ادعاءات وتقول هنثبت كذبه. كل ده هدفه إيه؟ ناس مش مسؤولة بكلمات غير مسؤولة، لا تعي مدى تأثير الكلمة وحتاخدنا لحد فين. ويجب أن توقف هذه الطيارات من أول الخطابات المزورة اللي كانت بتتكتب بعد ماتش الترجي. أيوة. والأهلي. أيوة. ويثبت هذا من بعد الخطابات التي كتبت وصدرت إلى مجلس الشعب أيضا. أيوة. وثبت أنها مزورة،
لكن آن الأوان أن يحاسب كل واحد على مشاريبه بقى. لأن وإحنا شفنا أن الإنسان لما يفقد الحذر ممكن ياخدك يوديك فين. طيب الصورة اللي المهندس عادل بيقول عليها صورة لتذكرة قيل أنها تذكرة المباراة، بتقول أن دي الحرب الشاملة التوتال وور لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني، عشان كده كانت المسألة غريبة جدا. هنقف على كل أجواء هذه المباراة. معنا من العاصمة التنزانية دار السلام زميل شريف شعبان موفد قناة الأهلي إلى هناك. شريف مساء الخير. مساء الخير أستاذ إبراهيم، مساء الخير كابتن عدلي، مساء الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. شريف أرجو أن أنت تحطنا في الصورة كاملة عندك. أبدأ الأول بالحرب الدائرة، سمع حضرتك بتتكلم والمهندس عادلي على الحرب الدائرة على السوشيال ميديا هنا في تنزانيا، وتشبيه المباراة بأنها كحرب. في الاجتماع الفني منذ قليل اعترض مدير الكرة الكابتن سيد عبد الحفيظ في الاجتماع الفني على هذا الأسلوب وعن شكل التذاكر اللي طلع على السوشيال ميديا بشكل أشكال عليها سلاح وحاجات تدعو إلى الحرب، وكمان وصف في أثناء وصول النادي الأهلي إلى ملعب لعب مباراة في عشان أداء المران الرئيسي كانت بعض الجماهير بتشاور بعلامات قتال وحرب، وقال الانطباع بدأ يوصل لجماهير في الشارع، والعلاقة ما بين سيمبا وبين النادي الأهلي علاقة طيبة جدا، والأهلي استقبل وفد من سيمبا منذ أشهر قليلة، والعلاقة على أحسن ما يرام، وفي تبادل زيارات وفي انسجام ما بين الناديين. لماذا كل هذا؟ اعتذر الجانب التنزاني وقال إن كل ده كلام سوشيال ميديا، ولكن على الحقيقة التذاكر المباراة ما فيهاش اي حاجه من الكلام دوت، وان الوفد التنزاني او نادي سيمبا التنزاني بيكن كل احترامي الى النادي الاهلي، النادي رقم واحد في افريقيا، ثالث العالم طبعا، ثالث العالم او الحصول على البرونزيه، نادي القرن، النادي الاكثر حصولا على بطولات في افريقيا، والناس قدرت جدا النادي الاهلي واعتذرت عن هذا السوشيال ميديا والمتحدث الاعلامي بسيمبا التنزاني. ده اللي دار في الاجتماع الفني بيؤكد الاحترام بين الناديين، وبطمنك وبطمن طبعا كل جماهير النادي الاهلي باذن الله، باذن الله هتكون بكره الاجواء رائعه باذن الله. بخصوص عدد الجماهير، واتقال 50% من سعه الاستاد، يعني حوالي 30,000 تذكره، لان الاستاد بيسع 60,000 تذكره. في الاجتماع الفني الاتحاد الافريقي وافق على 25% فقط، اي 15,000 تذكره فقط. طب تم بيع كام تذكره؟ ما نعرفش الى الان، ولكن في حاجه مهمه جدا باشمهندس عادلي استاذ ابراهيم، ان هنا في جماهير كتيره قوي من يانج افريكانز بتشجع النادي الاهلي ضد فريق سيمبا التنزاني الغريم التقليدي ليانج افريكانز، فانت ممكن بكره تفاجئ ان في جماهير من يانج افريكانز بتشجع النادي الاهلي في المباراه، ولكن تصوره الشخصي ومش رسمي وما عنديش اي معلومه، ولكن من اللي انا شايفه من الاحداث وانا داخل الباص، يعني انا صعب ان ممكن العدد يوصل ل 15,000، ده وجهه نظري لا قيمه لها، انا ما اعرفش بكره هيتاكد باذن الله، ولكن سيمبا ما اعلنش عدد التذاكر اللي تم بيعها الى الان، ولكن الى الاتحاد الافريقي قرر 15,000 تذكره فقط لا غير. يوم النادي الاهلي بدا في الصباح، يمكن كان في التاسعه والنصف صباحا. قبل ما تاخذنا يا شريف في تفاصيل اخرى، عايزين نقفل الملف ده. اذا هي حرب سوشيال ميديا. طيب ماذا عن الاعلام، الصحافه والتلفزيون؟ مظبوط. هل انتقلت هذه الاجواء الى هذه الوسائل؟ بالنسبه للاستقبال الرسمي، هل تشعر البعثة بأي نوع من أنواع التوتر، ولا الأجواء عادية وإحنا ماشيين في سكتنا، وكل دي مسائل وراها أغراض أخرى غير مباراة كرة القدم؟ على المستوى الرسمي المعامله جيده جدا داخل الفندق، لان طبعا الاستاذ محمد الضمانتي رئيس البعثه قرر يعني فقاعه طبيه داخل من الفندق الى الملعب التدريب والعكس، فما قابلناش ناس كثيره جدا، كان المعاملات كلها داخل الفندق، ولكن على المستوى الرسمي من اول معالي السفير والناس اللي كانت بتيجي او موجودين في الفندق كان التعامل بشكل ودود جدا. الايام اللي فاتت كلها من ملعب التدريب الى فندق الاقامه حوالي 5 دقائق، برضو المعامله كانت جيده جدا، ولكن النهارده اما اخذنا المسافه
من فندق الإقامة إلى الإستاد كان المسافة حوالي 25 دقيقة 28 دقيقة، فبدأنا نشعر من الشارع أن في حالة يعني توتر أو حالة استهجان على النادي الأهلي من إشارات الجماهير، ولكن في السوشيال ميديا طبعا والإعلام للأسف الإعلام بدأ ينقل التصرفات السوشيال ميديا، والمتحدث الرسمي باسم فريق سيمبا التنزاني فبدأ ينقل الكلام ده في الإعلام، ولكن بعد الاجتماع الفني بدأت الأمور تهدى في رجوعنا من الفندق المقام في الاجتماع الفني إلى فندق إقامة النادي الأهلي، بدأت الأمور تهدى إلى حد ما. بكرة القصة هتبان أكتر، ولكن بطمنك أن بكرة بإذن الله معنا سفير قوي جدا هو السفير محمد جابر أبو الوفا، مطمنا ومطمن طبعا رئيس البعثة الأستاذ محمد الضماطي ومدير الكرة الكابتن سيد. بكرة بإذن الله كل حاجة هتكون على ما يرام بإذن الله. طيب حالة اللعيبة يا شريف، هل في حد لسه عنده أي شكوى ولا الكل جاهز؟ الوحيد بس اللي اشتكى في تمرين اول امس كان مروان اثر كدمه في القدم، النهارده شارك بكل قوه في المران. الحمد لله الحمد لله لا يوجد اصابات مع لاعبي النادي الاهلي. النهارده ادوا تمرينه في الاستاد بنجامين اللي بيتسع حوالي 60,000 متفرج، ارضيه الملعب والاروع والاجمل كويسه جدا جدا جدا. ادى النهارده الاهلي تمرين وفي الرابعه عصرا بتوقيت تنزانيا، الثالثه عصرا بتوقيت القاهره، وحسنا فعل مستر بيتسو موسيماني عندما درب النادي الأهلي في اليومين السابقين في ميعاد مختلف خالص عن ميعاد المباراة، دربهم الساعة 2 ظهرا بتوقيت تنزانيا عشان يكون الجو شدة الحرارة فيه عالية جدا، فالنهاردة ما اتمرنا الساعة 4 كان كسرت خلاص الحرارة، فبدأ لاعبي النادي الأهلي يتعود على هذه الأجواء. ولكن النهاردة النادي الأهلي في الفندق في الملعب في حماس شديد جدا، الكل بيقاتل الكل بيحاول يثبت طبعا نظر مستر بيتسو موسيماني عشان يبقى يحجز مكان بكرة في تشكيل النادي الأهلي. الراجل بقى هيلعب ازاي؟ بثلاث ديفندرات، بديفندرين، بجناحين، بصانع العاب وجناحين، بفرويد، هنعرف بكره باذن الله. طيب حاله الطقس عندك المباراه الساعه 3 العصر بتوقيت القاهره، 4 عندك، حاله الطقس عامله ازاي؟ بتكون 31 32 في هذا التوقيت، والرطوبه عاليه جدا، الرطوبه تكاد تكون يعني مستحيله، ولكن عندنا امل في تعود لاعبي النادي الاهلي من يوم الجمعه الى يوم الثلاثاء باذن الله يكونوا اتعودوا على حاله الجو والرطوبه العاليه جدا، وباذن الله يقدموا مباراه ولا اروع ولا اجمل باذن الله. بالنسبه للجاليه المصريه بقى او المشجعين المصريين، تقدر تقول ان هيبقى في عدد ولا هي محدوده جدا؟ من يعني من المتابعه ومن اللي بيحاولوا يحضروا الى الفندق وبيلاقوا صعوبه جدا في دخول الفندق، اللي ممكن بيحاول يعني بيخش خلسه مثلا، ممكن اتوقع 60 70 مشجع مصري في مباراه بكره باذن الله. المغادره بعد المباراه مباشره مش كده؟ تمام، قرر رئيس البعثه الاستاذ محمد الضماطي ومدير الكره الكابتن سيد عبد الحفيظ ان بكره باذن الله هتكون المغادره من فندق الاقامه الساعه 2 ظهرا الى ملعب المباراه، ومن ملعب المباراه الى المطار ثم الى القاهره. الطائره باذن الله يعني هتطلع باذن الله الساعه 9 مساء بتوقيت تنزانيا، الثامنه مساء بتوقيت القاهره. احنا جينا في 5 ساعات وربع بالظبط، فباذن الله باذن الله تكون باذن الله على الساعه 2 صباحا باذن الله في جمهوريه مصر العربيه. هل هناك متابعة؟ أنت ذكرت أن معالي السفير المصري يعني سفير مؤثر وسفير يعني بيطمنكم بقوة على أن اطمئنوا ما فيش حاجة هتحصل، هل هناك يعني متابعة دقيقة من السفارة؟ طبعا يعني طب يعني لخص لنا كده إحساس تمام البعثة بالسفارة والعكس. على طول متواجد معنا سفير جمهورية مصر العربية في تنزانيا محمد جابر أبو الوفا، والسكرتير الثاني الأستاذ محمود خليفة على طول موجودين معنا في التمرينات، موجودين معنا في فندق الإقامة، النهاردة كانوا موجودين معنا طوال اليوم، ومطمنيننا جدا إن بإذن الله بكرة الأحداث هتكون كويسة جدا. وكمان في خط ساخن ما بين رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي الكابتن محمود الخطيب مع الأستاذ محمد الضماطي، أول بأول بيطمئن على حالة لاعبي النادي الأهلي، وطالب اللاعبين بإذن الله بتقديم عرض مشرف بكره والفوز على فريق كبير هو فريق سيمبا باذن الله. اخيرا ايمن اشرف، يمكن الوحيد اللي كان مسافر مصاب شويه، الحمد لله كويس ومشارك في التدريبات بشكل جيد.
ما شاء الله الثلاث ايام تمرينات اداهم من اول دقيقه لاخر دقيقه واصبح جاهز بنسبه 100%، وطبق الرؤيه الفنيه لمستر بيتسو موسيماني في مشاركته اساسيا او احتياطيا ان شاء الله. نشكرك جدا ونتمنى الخير للبعثه، وتحياتنا الى البعثه فرضا فرضا ومعالي السفير والسفاره المصري. شكرا للزميل شريف شعبان موفد قناه الاهلي. مكالمه مهمه يا استاذ ابراهيم، اعتقد مكالمه مهمه بشكل كامل، مهمه عشان ما مش هنخلي السوشيال ميديا يتحكم في كل شيء ويتحكم في العلاقات وياخدنا في سكك والمسائل بقت يعني غير مسؤوله بالمره يعني في هذا السياق. فاعتقد حضراتكم اطمنتوا على بعثتكم، اطمنتوا على الموقف الرسمي للجانب التنزاني، موقف السفاره ورعايتها للبعثه، وكلها اخبار مطمئنه. الجو صعب، الرطوبه صعب، دي هتبقى اخطر الاسلحه علينا، سيبكم من موضوع الجماهير. بالنسبه للملعب، الملعب حالته جيده جدا زي ما قال شريف، الطقس حتى وان كان في ارتفاع في الرطوبه ودرجه الحراره، لكن اجواء المباراه بكل حتى الضغط الجماهيري المعتاد في افريقيا، اللعيبه اعتادت على اللعب في مثل هذه الاجواء، على اللعب امام مدرجات افريقيه متحمسه شويه، لكن هي دي طبيعه الكره الافريقيه، وهي دي التحديات اللي النادي الاهلي دايما وابدا بيواجهها وبيتغلب عليها، والا ما كانش جاب كل الالقاب اللي فاتت. وبعدين يا خبر النهارده بفلوس، بكره هيبقى ببلاش. انا يعني لا اتوقع اطلاقا ان يكون في سذاجه ان تطلع تذكره بالشكل ده. عموما نتمنى بكره ان شاء الله المدرجات يسودها شيء من الالتزام والاحترام، وكويس قوي ان الكابتن سيد عبد الحفيظ في المؤتمر الصحفي او المؤتمر الفني للمباراه سجل اعتراض وسجل هذه الملاحظه السلبيه، وكويس ان الجانب التنزاني اعتذر عن هذه الاجواء، لانه الحقيقه صوره التذكره اللي اتقالت لنادي الحرب الشامله كانت محطوطه على الصفحه الرسميه لنادي سيمبا على تويتر، فبالتالي كان لازم الكابتن سيد يسجل اعتراضه على تصوير الامر بهذا الحد، وكويس ان الجانب التنزاني يعتذر ويعترف انه ده ابراهيم. انت اشرت ان كان في زيارات واشادات بالظبط وعلاقات يعني كانت على اعلى مستوى، انما هو في دائما هناك من يعبث في علاقه الاهلي باي طرف من الاطراف، وتوقع كل هذه الامور في كل المباريات القادمة، احنا هنتنبه لهذا. لذلك جماهيرنا عليها ان تفهم ان الاهلي سفيرا لمصر لدعم العلاقات مع الاشقاء الافارقة، ولن يكون ابدا كما يتمنى اعداء هذا الوطن واعداء هذا النادي العظيم انه مخلب قط. هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل كلام كتير مهم جدا مع حضراتكم. اهلا بحضراتكم من جديد. زميل شريف شعبان اعتقد حطكم في الصوره كامله في دار السلام، لكن النهارده كمان كان في مؤتمر صحفي لمستر بيتسو موسيماني المدير الفني. الحقيقه كلامه كله ثقه وكله كشف عن معرفته الكامله بالفريق التنزاني، لدرجه انه بدا المؤتمر حي الصحفيين التنزانيين باللغه السواحليه بتاعتهم، لانه راجل افريكان وراجل خبير بالمنطقه. السواحيلي ده جانب من المؤتمر اللي كان عقد النهارده، واتكلم بيتسو موسيماني في المؤتمر على انه دارس سيمبا التنزاني كويس جدا، بيحترمه وبيقدره وعارف كل حاجه عنه، حتى قال انه في لعيب موزمبيقي لويس ده محترف من موزمبيق في سيمبا، وقال ان هو يعرفه كويس قوي من ساعه لما كان موسيماني مدرب لصن داونز ولعب ضده. قال موسيماني المباراه بالنسبه لي بتطلع للفوز، لانه مكانة النادي الاهلي هي تصدر المجموعه وده الهدف اللي احنا بننظر له. قال ان احنا عندنا تغييرات فنيه تتعلق بالطقس ده بالتاكيد، وقال اذا حدثت تغييرات في الخطه او في طريقه اللعب هتكون من اجل الفوز على سيمبا في ملعبه. قال هم بيتمتعوا بنفس الرغبه في الفوز، لان هم كسبوا بره الارض في الكونغو فريق فيتا كلوب، فبالتالي عندهم نفس الدوافع. قال كمان موسيماني انه لم نأتي هنا إلا سعيا لتحقيق الفوز، نؤمن في ذلك على منافس الغد القوي اللي بيتمتع بجماهيرية وشعبية كبيرة جدا. قال بالنسبة لقوة الفريق إن أنا درسته كويس جدا، عنده عناصر جيدة، اللاعب الموزمبيقي لويس زي ما قلت لك، قال لك أنا عارفه من وأنا كنت في صن داونز، فضلا عن المهاجم رقم 7 واللاعب رقم 14. عايز يقول موسيماني إن أنا دارس هذا المنافس بشكل جيد جدا ومستعد لمواجهته.
هو دي طريقته، بيدرس المنافسين، بيعيش التفاصيل، ولكن أيضا ما يقال في المؤتمرات هو جزء من المباراة، جزء من المباراة. المباراة اللي الأهلي إن شاء الله هيلعبها بالفانيلا الزرقاء، اللون البديل للنادي الأهلي، هيلعب الأهلي هذه المباراة باللون الأزرق كاملا. وزي ما قلت لكم الأهلي عنده 3 نقط خدهم من الفوز على المريخ في القاهرة ب3-0. سيمبا أيضا عنده 3 نقط بس كسب بره الأرض، كان على فيتا كلاب في كينشاسا. هي دي مباراة لصدارة المجموعة. إذن ده كل شيء عن أجواء المباراة اللي الأهلي مكتمل الصفوف فيها ويبقى فيها التوفيق بإذن الله. لكن في كلام كتير جدا في الصحف والمواقع حطناه لكم في الغربال. في الغربال هو ده الأهلي، هو ده الأهلي بجد. اللي النهاردة جلوب سكر بتقول لك الأهلي رقم 1 على مستوى العالم حظا للألقاب الكروية في القرن الجديد، يعني في 21 سنة الجديدة الأهلي تفوق على البايرن ميونخ. الأهلي الحساب الرسمي لجائزة جلوب سكر العالمية أبرز التفوق الأهلي على كل أندية العالم من حيث تحقيق الألقاب في القرن 21 بواقع 45 بطولة حققها المارد الأحمر في العقدين بعد حصول الأهلي على الثلاثية هذا الموسم. الحساب الرسمي لجلوب سكر عبر تويتر قال الأندية اللي حصلت على أكبر عدد من الألقاب الأهلي تفوق فيها على بايرن ميونخ الألماني اللي عنده في القرن الجديد 44 لقب، فالأهلي 45. حافظ الأهلي على تقدمه على البافاري وأنهى العام الماضي حتى ديسمبر 2020 في صدارة التصنيف. دي يمكن أبرز ما عرض في جلوب سكر عن الأهلي، واللي زي ما قلت لكم قبل كده احنا الأسبوع اللي فات استعرضنا قائمة أفضل 30 نادي في العالم اللي نشرتها الفرنس فوتبول، وكان الأهلي النادي الوحيد خارج أوروبا وأمريكا اللاتينية اللي دخل هذه القائمة في المجلة الفرنسية الكبيرة. في قائمة ال 30 نادي القمة كان الأهلي هو الوحيد، كان المركز 21. ما من استفتاء، ما من تقييم، ما من إحصائية إلا وتضع النادي الأهلي مع النخبة العالمية. يقولوا أحسن 10 مش عارف إيه يلاقوا النادي الأهلي، أحسن 20 إيه يلاقوا النادي الأهلي، أحسن 30 إيه يلاقوا النادي الأهلي. المصدر إيه؟ شركة كذا، إحصاء كذا. إذن النادي الأهلي الآن لا، هي دي منطقته خلاص. مفيش داعي يعني اللي عايز يكابر يكابر، ما هو إحنا مش هتقدر يعني العروسة بتبقى زي القمر، لكن في شويه عوانس قاعدين بينتقدوها. فانت مش هتقعد بقى تشغل بالك، اشغل بالك بالاهلي، الاهلي ينشغل بالاهلي، وينشغل انه كل خطوه ياخدها لازم ياخد خطوه بعديها لقدام اكتر. ما يفعله بيتسو بيرسخ لفكره ان خلاص بقى زمن ان انا افكر ان انا اروح اتعادل بره الارض واكسب في ارضي ده، ولا لان كل الفرق دلوقتي احنا شفنا سيمبا بيكسب بره ارضه. صحيح. فاحنا لازم نسعى الى هذا مع احترامنا الكامل للتطور الهائل الذي حدث لسيمبا. وده كلام قاله لي الكابتن سيد، قال لي سيمبا فريق كوره، فريق منظم، فريق بيعرف يمسك كوره ويطلع بيه ويطلع بيها. الحاله ده حتى تقدير بقى موسيماني لقيمه النادي الاهلي. موسيماني صنع الثلاثيه كان له حوار مهم هذا الاسبوع في الأهرام. قال موسيماني الأهلي فريق من كوكب تاني والخماسية قادمة، في الإشارة إلى كأسي السوبر المنتظرين بإذن الله، السوبر المحلي مع طلائع الجيش والسوبر الأفريقي مع نهضة بركان المغربي. قال كمان موسيماني في حواره مع الأهرام جماهير الأحمر لا مثيل لها، لكن من الصعب إرضاء 70 مليون شخص. قال أن احنا حققنا في الدوحة أقصى طموحاتنا، وحلم المونديال ربما يتحقق مع جيل آخر اللي هو الفوز بكأس العالم. الفوز على البايرن ضرب من الخيال لأن الكلام سهل والتطبيق صعب. قال لا مقارنة بين تجربتي مع سان داونز وبطل مصر، فالتحدي هنا يفوق الوصف. قال كمان موسيماني صلاح فخر لأفريقيا كلها وليس للعرب فقط، وقال إن أنا أتمنى استنساخه في الأهلي. موسيماني بيقول إن أنا بتقبل النقد، فلست أفضل من جوارديولا وكلوب، ولكن الموضوعية مطلوبة، الموضوعية مطلوبة.
والحقيقة في سياق الموضوعية والكلمة الرصينة الرزينة، وحشنا رأي كبار النقاد هذا الأسبوع. شهادتين مهمتين في حق النادي الأهلي وفريقه، الأولى من الأستاذ حاتم زكريا مدير تحرير الأخبار والناقد الرياضي الكبير، والثانية من الناقد الرياضي الكبير أيضا الأستاذ إبراهيم حجازي في الأهرام. أقلام الكبار وحشونا، ليها طعم وفيها رصانة. أيوه يعني ما بتبقاش فيها مكايدة، مش واخدك في سكة الشخصانة. أيوه إنما يعني ما يجي اسم الأستاذ حاتم زكريا على طول بتشعر بإنك بتتكلم باحترام قوي أيوه عن هذا الشخص. أيوه نفس الشيء بالنسبة للأستاذ إبراهيم حجازي. صحيح بتشعر بتشعر إنه راجل مخضرم. أيوه راجل يكلمك في أي شأن من شؤون الحياة. أيوه واخد بالك، مش مسألة كورة. صحيح الناقد المثقف الشامل ده أيوة. عندما تحدث الكرة لازم تسمعه. ده اللي قاله الأستاذ حاتم زكريا في الأخبار يوم الجمعة. قال إن جوزيه رسم الطريق في كأس العالم للأندية، وموسيماني أكد جدارته وقدرته الفنية العالية. وأشار الأستاذ حاتم زكريا إلى نجاحات بيتس وموسيماني، وإنه قال إن أنا عموما هذا يقودنا إلى الإشادة بالمدرب الجنوب أفريقي للأحمر وثقته بنفسه ولاعبيه. وأعتقد أيضا أن الخبرة التي اكتسبتها المجموعة الحالية من لاعبي الأهلي ستساعدهم على تحقيق إنجازات مميزة في الطريق. ده تقدير الأستاذ حاتم زكريا في الأهرام في الأخبار. عايز أعلق على حتة هنا بالنسبة لموسيماني على الكلام ده. هتعلق بس هضطر أسافر أنا وأنت إلى تونس. معنا على الهاتف من تونس أيضا رأي رصين وكبير، واحد من المحللين الرياضيين المهمين جدا والبارزين، الأستاذ فتح المولدي المحامي والمحلل الرياضي الحقيقة، اللي يبدو من تحليلاته كما لو كان فتح المولدي متخصص أكتر منه، متخصص رياضي أكتر منه محامي في القانون. أستاذ فتحي أهلا بيك. أهلا أستاذ إبراهيم، أهلا بضيوفك الكرام، أهلا بمحبي الأهلي. تحياتي وتحيات المهندس عادل القيعي. تحياتي أستاذ، تحياتي، شرفني برشا أني أكون معاكم بدرجتي أول مرة، شرفني برشا وأني أكون حاضر في هاللمة الحلوة مع هالفريق الحلو في هالأيام الحلوة للنادي الأهلي. صحيح، إيه الكلام الحلو ده يا أستاذ فتحي؟ عايشك عايشك أستاذ فتحي. شفت الأهلي مبدئيا إزاي في بطولة العالم في الدوحة؟ والله شفت لأنه يعني عشت بطولة العالم في الدوحة وكان الانطباع متاعي وأنه الأهلي الذي فاز بالثلاثية في الدوري المحلي وفي كأس رابطة الأبطال انتهى في المرتبة الثالثة والمرتبة الثالثة عالميا معناها الأهلي صعد على منصة التتويج. كانت مفاجأة الحقيقة سارة جدا لأنه توصل تلعب ساعة دخلت التاريخ، تلعب ضد بايرن ميونخ، تلعب ضد بالميراس، تلعب ضد بطل أوروبا، تلعب ضد بطل أمريكا الجنوبية، هذا دخلت التاريخ. فريق الأهلي وصل باش يلعب زوز مقابلات هذا، وفي المقابلتين حقيقة للأمانة فريق الأهلي شرفنا. أنا ضد الانتقادات التي وجهت لفريق الأهلي بكونه بايرن ميونخ كان لطيف مع الأهلي، وأنا في تحليلي قلت من كان لطيف ما ينتظرش دقيقة 87 باش يضمن الانتصار نتاعه، لأنه في أي دقيقة كان الأهلي ربما يسجل. ثم خفت الحقيقة في المقابلة الترتيبية الهامة مع المركز الثالث لأنه المجهودات كانت كبيرة لفريق الأهلي. فريق الأهلي يلعب مقابلة زايدة على كل الفرق، الفرق الأخرى بايرن وبالميراس جاءوا بعد بطبيعة الحال ما وقعت مقابلة التحيل، وبالتالي أنا أعتبر الأهلي مرة أخرى يشرفنا ويشرف اسمه ويشرف تاريخه ويشرف التوصيف الذي استحق بكونه فريق القرن، نادي القرن مش فريق، نادي القرن. ثم نزيد نتأكد يعني طلعت منذ يومين أو ثلاثة على ترتيب عالمي أنه هو أكثر فريق في قرن 21 فاز بالتتويجات والبطولات، بقى الأهلي هو الأول وبعده بايرن ميونخ. فأنا أقول الأهلي دون مجاملة، الأهلي يستحق كل الألقاب والأوصاف التي
تسند له الفريق الأهلي فعلا فريق عربي مشرف جدا جدا جدا. واليوم قاعد نشوف الفريق الأهلي معناها في بداية طريق، معناها الجيل الجديد متاع فريق الأهلي مع مدرب ممتاز مع رئيس نادي محمود الخطيب يفهم كورة يعرف كورة. أنا ما أكذبش عليك معناها سمحني نتكلم لأنه عندما وقع انتداب مدرب أنا تسألت مش الأفريقيا الجنوبية فريق عربي ينتدب مدرب من أفريقيا معروف هو ما شاء الله معناها مع فريق يظهر لي سان داونز، وبالتالي تسألت كيف هذه لأول مرة في التاريخ معناها نحكي في تاريخ الكرة العربية، ولكن يبدو أنه محمود الخطيب يعرف شو يعمل. محمود الخطيب معناها فعلا كانت ورقة رابحة لأنه هذا المدرب الرائع الممتاز لعب يظهر لي لكن ما خانتنيش الذاكرة 25 مقابلة من هزم كان في مقابلة واحدة ضد بايرن ميونخ. صحح لي المعلومة أستاذ إبراهيم. صحيح لا صحيح. هو أستاذ فتحي أنا عدي القيعي وشاطر الأستاذ إبراهيم هنا تقديم هذا البرنامج، ولكن مرحبا يا أستاذ عادل. أشعر من متابعتي لأراء حضرتك في أي منبر من المنابر بتتحدث فيها بتقدير خاص من جانب حضرتك للنادي الأهلي. سؤالي بصراحة هو تقدير عاطفي أم تقدير موضوعي؟ التقدير العاطفي نجم يكون الفريق التونسي. صحيح. نقول لك أنا إنسان ما عنديش مجابلة، أنا يعرفوني في كل المنابر كلمتي نقولها عندي كلمة حرة. إذا كان عاطفي يكون الفريق التونسي. أي. وإنما تقدير موضوعي. لأنه كانت تتذكر وإحنا في قبل النهائي بين الأهلي والزمالك، والزمالك أحييه وأحيي إدارته، ولكن قبل ذلك كان زميلي على البلاتو الأستاذ عبد الكريم من أحباء الزمالك، فأنا قلت له أنا سأكون المدافع على الأهلي. وما نكذبش عليك فتحت كل المنابر وطلعت على كل الصحف ورجعت للتاريخ وأنا قلتها على الملأ، قلت عندما ترى تعود إلى تاريخ الأهلي لا يمكن أن لا تحب الأهلي. عندما تطلع على التاريخ هذا الفريق اللي عمره قرن و13 سنة وفاز تقريبا بأكثر من 114 تتويجة و115 تتويجة ما نجمش تحبش الأهلي. عندما تطلع على الأسماء اللي لعبت في الأهلي والمحمود الخطيب الرئيس وتاريخ هذا الفريق كيف حتى عندما ينزل يعود بقوة، لأنه يمرض ولا يموت، لأنه عندما يمرض يعود بقوة في ساحة جيدة. عندما تطلع ما تنجمش تكون مجاملة، ما تنجمش تكون مجاملة، وهذا للأمانة. وحتى كي قلت وقت اللي قريت تاريخ الأهلي لبست الأهلي تقمست زي الأهلي وقلت هذا الفريق لا يمكن أن لا تحبه على الأقل على مستوى تاريخه وعلى مستوى أدائه وعلى مستوى جماهيره. وأنا نتذكر ترجع لي الآن ذاكرة لمدة سنوات وقت الانتخابات متاع رئاسة الأهلي وانتخاب محمود الخطيب، جات قدامي صور متاع ال 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 الناس اللي باش تصوتوا الأعداد المهولة، يظهر لي وقتها فما 30 ألف ولا قداش من المحبين اللي باش يصوتوا، معناها توابير تلك التوابير ما نراوهاش في الانتخابات السياسية، ما نراوهاش في الانتخابات السياسية. وبالتالي قلت هذا العشق غير عادي، هذا عشق أحباء الأهلي لفريق الأهلي غير عادي، هذم عندهم ثقافة الانتماء. وأنا زرت القاهرة 3 أو 4 مرات الحقيقة، وكل من زور القاهرة نشوف معناها القاهرة الحقيقة نشوف عندهم الأهلي حاجة كبيرة، حاجة مهولة، حاجة مقدسة. معناها فريق الأهلي الحب اللي نحسه عند الأحباء بتاع الأهلي تخليك الحقيقة كل اندهاش كل معناها انبهار بهذا الفريق. فريق ومش مجاملة خطر في القناة بتاعك براه. لا صحيح مش مجاملة. رأيك الموضوع الحياة بنسمعه وبنستمتع به في منابر عدة. والله أنا بس عايز أسأله سؤال آخر أستاذ عدلي، هيسألك سؤال تاني ربما يكون سؤال يعني أكثر تخصصا، يعني كيف ترى هذا الجيل
أو كيف تقيم هذا الجيل وكيف ترى فرصه المستقبلية في تحقيق إنجازات أكبر؟ خليني فاشل نقول لك هذا الجيل في بدايته، لأنه نتبع في معدل الأعمار، نتبع في المردود، هذا الجيل في بدايته. هذا الجيل بدأ بالتتويجات، وماك تعرف التتويجات ثقافة، والأهلي عنده ثقافة التتويجات. وعندما يكون جيل تقريبا مش ما نقولش ثلاثة أرباع، أنت نقول أكثر من نصفه شباب، أكثر من نصفه في بداية الطريق، نقول جيل هذا تربع التتويجات ولن يرضى مستقبلا إلا بالتتويجات. معناها الجيل هذا أنا نجم نأكد لك أنه ربما الجيل هذا ذكرنا بالأهلي متاع بداية الألفية، الأهلي المرعب، الأهلي الذي سيطر على كل الكؤوس الإفريقية. إذن هنيئا لكم بهذا الجيل، هنيئا لكم بمدرب فاهم الكرة الإفريقية، مدرب ممتاز. أنا تعجبني. سطرة. طب هنحاول أستاذ فتحي، يعني فقدنا الاتصال بالأستاذ فتحي، هنعاود الاتصال بيه، لأنه الحقيقة الكلام أديكم شايفين كلام مهم جدا، وكلام جاي من قلب تونسي محب. هو أنا يهمني التقييم، يعني ما يبقاش الكلام نابع من عاطفة وحب للنادي الأهلي، ولكن من تقدير واحترام للنادي أنا الأهلي. أنا استوقفني وهو ملمسته حاجة. استوقفني حاجة يا باشمهندس. قال لك دي حتى بانت وهو بيتكلم قبل كده في قناة الكاس، قال لك أنا أو البي إن، قال لك أنا لما رجعت للتاريخ وقريت الأهلي حبيته بجد، حبيته بمنطق. يعني هو ده اللي كان نفسي استشرفه منه، انك انت الاهلي مش كلمتين يتقالوا، لا هو مش كلمتين للمكابره، هو يملك حيثيات الحب، يعني والاحترام. خليك من الحب الاحترام، ايوه، وانك تحطه في المكان الصحيح. انت ممكن ما تحبش المنافس، لكن مؤكد وانت رجل اذا التزمت الموضوعيه هتحطه في المكان اللي يستحقها. وهم يفتقدوا المناخ الرياضي الان. قال لك هي لو على العاطفه هحب نادي تونس، ده طبيعي طبعا، لكن انما المنطق والعقل يفرضوا عليك الاهلي. اللي انا عايز اقوله، هو مش نادي، يعني احنا لا نتحدث للمكابره والزهد، يعني انما نتحدث عشان نضع الحقيقه امام جيل عايش المكابره والزهد ومحاوله تغيير الحقيقه او تشويهها او التبسيط منها وتضخيم سلبيات يعني في الاخر احنا اعتقد زينا استمتعتوا براي محايد وراي موضوعي، كنت حريص انه تبان الموضوعيه في هذا الراي. شاكرين جدا. لكن كمان يا باشمهندس احنا بنحاول الاتصال تاني بالاستاذ فتحي المولدي، فكره انه قال لك انا كنت مندهش جدا ان الاهلي راح يجيب بيتسو موسيماني، مدرب من جنوب افريقيا، مدرب افريقي للاهلي، وهو قال لك الاهلي وهو من هو الاهلي. لكن كان القرار بالنسبه لنا مستغرب. ليه؟ الى ان ظهرت النتيجه. الاسباب. ظهرت الاسباب التي دعت النادي الاهلي الى السعي لهذا المدرب. اصل بص العالم العالم كله في الجواز، في الشراكه، التكافؤ، انك انت هو انا لو رحت جبت بيب جراديولا ضامن انه ينجح مع النادي الاهلي ولا هيبقى في حاجه زي بيسموها بره اوفر كواليفايد للحظه؟ لكن مناسبه وتكافؤ الخبرات مع الطموح اللانهائي الذي يمتلكه الاهلي ويمتلكه موسيماني، فرحه موسيماني بالنادي الاهلي بشكل اكبر بكتير مما توقعناه. شغفه بالمكان واحترامه ليه. مشكله فايلر كان ايه؟ ما هوش حاسس ان ايوه مش حاسس ان هو فين. بالظبط. حتى تعليقاته لحد النهارده يعني يتحدث عن الاسره، يتحدث عن كورونا، يتحدث هو تكوين الشخص بتاعه، عن مشاكله ما بيمشي في الشارع، تحدث ايضا موسيماني عن هذا، ولكن تحدث انه مبسوط من الحكايه دي، مش متضايق منها. انه يعني اذا كنا هنستعلى بالثقافه عن المكان اللي بيشتغل فيه قد تحقق نجاحات وقتية، ولكن في النهاية لا انت هتستحملها ولا احنا هنستحملك بهذا المنطق. بيتسو موسيماني ثقافة، شخصية، شغف مناسب للنادي الاهلي في هذه المرحلة. نتمنى له مزيد من النجاح. هو اشار ان لسه عنده تحديين، سوبر وسوبر، افريقي ومصري. اذا حققهم
يبقى عمل الخمسه. ما حدش عمل كده. والحقيقه الكلمه اللي قالها الاستاذ فتحي المولدي انه هذا الجيل اللي المهندس عادل تكة معاه عليها، كيف ترى هذا الجيل؟ قال لك ده جيل في بدايه تكوينه. موضوعي مع اكتسابه هذه الخبره موضوعي. وثقافه البطوله يعني لا خد منه بعد كده ما سيكرر الجيل الذهبي. يعني ما دفعش استاذ ابراهيم للاشاده ولكن قال السبب، هو جيل اكثر من نصفه من الشباب. ايوه قال لك انا متتبع الاعمار السنيه. الراجل بيتكلم على حاجه عارفها بالظبط. ده كمان ربطا باللي انا قلته لكم قبل المكالمه، كان الاستاذ حاتم زكريا في مقالته في الاخبار يشير الى كده، انه هذا الجيل مع هذه الخبرات المبكره وهذه التتويجات السريعه هيكتسب خبرات كبيره جدا. ده كمان اللي ركز عليه اكتر الاستاذ ابراهيم حجازي ايضا في مقالته في الاهرام يوم الجمعه، هو ده الاهلي وهي دي المشكله. وقال الاستاذ ابراهيم حجازي ان هذا الجيل من نجوم الاهلي تخطى كل من سبقوه، واشار الى قيمه ما تحقق، وتحمل الكابتن الخطيب المسؤوليه الكبيره وهو يعلم انه يضع كل تاريخه رهن اصعب امتحان، لان الاهلي في كل وقت واي مكان ينافس على مركز واحد فقط هي البطوله ولا شيء الا البطوله. وقال الاستاذ ابراهيم حجازي ونجح الخطيب وفاز الاهلي بكل البطولات التي خاضها الى الان، واستعرض المواقف الصعبة اللي مر بيها الأهلي في البطولة وما من رحلة فيها أشواك وصعوبات إلا كان الكابتن خطيب على رأس البعثة. هو عارف اللحظة اللي يحتاجها الفريق. أيوه. واللي تفرق. أيوه. واللي وجوده يفرق. أيوه. ما أنت ساعات الهيبة أن تعرف إمتى تتكلم، إمتى تتحرك، إمتى تشارك، إمتى تحتضن، إمتى تطبطب، إمتى إذا احتجت تضرب. الخطيب يفعل هذا. في اللحظات اللي تحدث الفارق هو موجود ولا يهرب منها. هو مش ضامن هيعمل إيه في كأس العالم، هو مش ضامن لما يسافر بره هيروح السودان، هو مش ضامن لما يروح السودان هيحصل إيه. لكن في مثل هذه البعثات أنت لازم تفهم أستاذ إبراهيم، الناس والناس معانا برضه لازم تعرف يعني إيه رئيس بعثة. رئيس البعثة يا جماعة هو مجلس إدارة النادي الأهلي خلال الخارج، هو مفوض كرئيس نادي واعضاء مجلس اداره، هو مفوض بنيابه عنهم اذا حدثت ازمه ما انه يتصرف بهذه الصلاحيات. ايوه. فانت طبعا طبعا الناس بترجع لبعضها، لكن في حاجات قد تستدعي قرار فوري. يعني انت لما شفت مثلا في بعثه تنس الطاوله اللي قلناها قبل كده في قرار رجعهم اتنين اتخانقوا مع بعض، هم ست لعيبه راح تلعب بطوله افريقيا فبتليفون كابتن خطيب يرجعوا رئيس البعثة رأيك ايه؟ قال له دول عملوا كذا كذا كذا، رأي يرجعوا، قالوا يرجعوا فورا وكسبنا البطولة باربع لعيبة مش بستة. ايوه. مع ان رجع اتنين. هو ده ربنا ينصفك على قدر تمسكك بالصح، لأن برضو ما هو الحياة لا تتقدم إلا لما النماذج الصحيحة يتم تدعمها بمثل هذه النتائج اللي فيها يعني فيها نوع من احترام القرار. خد الحسنيين، القرار والنتيجة. يبقى الناس تنحاز لإيه بعد كده؟ هتنحاز للقرار. أيوة. مش هتفكر في النتيجة. أيوة. لأن أنت لو فكرت في النتيجة مش هتاخد قرارات صح. هذا هو الأهلي وهذا ما فعله الأهلي. بس أنا عشان أقفل صفحة موسيماني هقول عنوان بس مش هقرا يعني. الأستاذ جمال الزهيري برضه في الأخبار أخبار اليوم كتب ارفعوا القبعات لمين؟ أيوة. مع كل الاحترام لمنتقديه اعتقد ان المدرب الجنوب افريقي بيتشو موسيماني لا يستحق الا كل احترام وتقدير على مجمل ادائه، واستطرد يسرد الاسباب ويستنكر منتقديه. بس حبيت اقول كده، وهذا ليس معناه ان احنا هناخد صف الاشاده المستمر او صف الهجوم المستمر او انما عايزين نقول طالما الراجل لحد النهارده يحقق لك الاهداف. انت لما تيجي تعمل فيلم تعمل فيلم فجبت مخرج وانت المنتج بقى ودفعت له الفلوس وعملت له وجبت له كل عناصر اللي طلبها منك، الناس تنتقد انت جايب مين ده؟ محدش يعرفه. تقوم تفاجئ ان الفيلم اما نزل يعمل ايرادات على الشباك، رحت بيه مهرجان تبص تلاقيه كسب جايزه، تقوم يا ناس تانيه تقول له بس مين ده؟ خلاص انت عديت مين ده؟ عديت المرحله دي، عديت مين ده؟ لانه ده هو الأهلي. هنطلع لفاصل وبعد الفاصل كلام تاني مهم. أهلا بحضراتكم من جديد.
شفنا هو ده الاهلي، وشفنا الاقلام الرصينه والاصحاب الخبرات الكبيره ازاي سواء في مصر او حتى في تونس الشقيقه الاستاذ فتحي المولدي ازاي شايفين الاهلي وبدايه تجربه جيل جديد قادر باذن الله على احتلال منصات التتويج ويكفي ما وصل اليه الاهلي مع العشرين سنه الاولى في القرن الجديد. ده كان ابرز ما في الغربال، لكن هناك كلام كتير مهم بعظمة لسانه. ومن يحاسب حمالة الحطب؟ حمالة الحطب من البرامج اللي غاوي أصحابها حمل المزيد من الحطب على هذه النار في محاولة لإشعالها، وكأنه ما مضى لا يكفي. ده اللي خلاني أقول الكلام اللي في بداية استهلال الحلقة. هو الكلمة دي ومسؤولية الكلمة تاخدنا لفين؟ وعشان كده أنا الأول نتوقف بقى أمام أي كلمة تلقي بمزيد من الحطب أولئك الذين لا يريدون إخماد النيران، أو اللي عايزين يولعوها كمان ممكن تبقى ما فيش نار فيخترع نار يضرب حجرين كده ويرمي عليهم شوية حطب وولع يا جدع. في تجارة ماشية يا أستاذ إبراهيم في الإعلام دلوقتي، كل ما بقيت غريب وبتقول آراء غريبة وبتهاجم فيجيبوا لك الناس اللي بعيدة خالص في الظل يقولوا كلام غريب يقتضي انه يرمي حطب عشان يولع نار الناس يشوفوا على ضوء هذه النيران ويستفيد. هتلاقي نماذج كتير سواء معظمها لا ينتموا اليك وقلة تنتمي اليك. ولذلك احنا ان احنا نوجه او ننبه جماهيرنا اللي احيانا نستهويهم هذا الاسلوب فيمشوا معاه. لا، خلينا في مصلحه اولا النادي، اولا مقرر، ويمكن اولا بشرطتين مصلحه الرياضه، واولا بعشر شرط مصلحه البلد. طبعا ان احنا لازم نقدم النموذج الرياضي بقى يا جماعه. كفايه مهابره، كفايه امور تاخدنا لسكك تكريس البغضاء والكراهيه. الناس بقت تكره تتفرج على الرياضه. هو ليه الاحساس دلوقتي بقى متنامي عند البعض بخوف من متابعه الماتشات؟ الخوف من التحفيل، الخوف من الخساره، الخوف. هذا كلام مش مظبوط. وانت عندك كذا نموذج الاسبوع اللي فات ده، مباراه الاهلي والمريخ السوداني، ولما اقول المريخ السوداني نقف لأهمية المنافس، طبيعة المنافس، طبيعة العلاقة، فوضوية التاريخ الرياضي، حقيقة العلاقة وفوضوية ما مضى. لأنه لما الناس أهملت حساب حمالة الحطب كانت النتيجة شفتوا اللي حصل في أم درمان بين مصر والجزائر وبين مصر والسودان، نتيجة السكوت على حمال الحطب، إشعال هذه الفتنة. جه النادي الأهلي بيلعب مع المريخ، علاقة الأهلي والمريخ وعلاقة الأهلي وكل الأشقاء في السودان الحبيب ولا أروع من كده، لدرجة أنه أنتم متخيلين بعثة المريخ جاية القاهرة عشان تلاعب الأهلي في مستهل مشوار مهم الفريق السوداني عنده طموح فيه، وفد المريخ السوداني الشقيق يجي يكرم النادي الأهلي، بيكرمه قبل ما يلعب، بيكرمه ويقول له شكرا على ما أنجزت في كأس العالم للأندية وشرفت الكرة العربية والأفريقية. جنوب الوادي بيكرم رمز شمال الوادي، وده الوضع الطبيعي لعلاقة الأهلي بالمريخ وعلاقة الأهلي بالهلال وعلاقة الأهلي بكل الأشقاء في السودان. ماذا فرحتنا ولهفتنا على هذه العلاقة؟ لأن هو ده الطبيعي في الرياضة يا أخوانا. تحصل بقى شدة في الملعب بتحصل بين كل الناس. التقسيمة بتاعت النادي الاهلي وبتاعت اي فرقة بيحصل فيها مشدات. لا دفع. شدة ايه؟ ده ما خدتش بقول لك اربع خمس ثواني. يعني وهو معدي كده قال بقه والتاني يعني. طيب. انا هسألك سؤال. لو لم يكن شيكابالا طرف هذا الواقع كان حد اتكلم فيها؟
كهربا تقصد؟ انا اسف، لانه شيكابالا بعدين ما حدش بيتكلم فيه، مشكله ما حدش يتكلم، ده كده قال لك ده اخلاق، ده بيطبطب. المهم وبالعكس ده هو حسين السيد ضربه بخده في ايده يعني. ايوه فالكلمه ان كهربا في الحدث هو اللي خلى الناس يا استاذ ابراهيم، ده شغل لجان، ده شغل لجان مش شغل اعلام. اللي يتوقف عند هذه اللقطه وينفخ، لان الحقيقه المخزيه اللي كشفها الاشقاء. شوفوا بقى لما يكون اعلامنا او بعض منه يتربص بلاعب النادي الاهلي، يتربص بكهربا، يهدد كهربا، يكيد للاهلي بهذا الشكل ويفسر ويأول وينفق وها وها ويولع لك ماتش العوده علشان يوتر ويولع في ماتش العوده. طب الاشقاء في السودان نفسهم اللي تم تصدير الموقف ليهم، اصحاب الشقه، مدير الكره في المريخ تحدث الراجل في قناه اون تايم سبورتس بعد المباراه، عن حماله الحطب اللي حاولوا ينفخوا فيها. نشوف قال ايه على الواقع نفسها. تري اللعيب اللي كان هناك مشكله مع كهربا، ابرز اللي حصل ايه؟ حكى لكم ايه اللي حصل؟ يعني الناس عايزه تعرف ايه اللي حصل. يا اخي والله الحاجه دي بتحصل خلافات عادي جدا ما بين اللاعبين جوا الملعب، لكن احنا بالنسبه لنا اي حاجه ان شاء الله جوا الملعب ان شاء الله بتتنسي، جوا الملعب، والناس بتطلع بكل روح رياضيه، والكلام برضو يعني ان شاء الله نحن نوجه انه الكلام عندنا هناك ثاني في الملعب. فالحاجه اللي حصلت حاجه عاديه بمناوشات عاديه ما بين اللاعبين، فنحن متحفظين على انه الحاجه اللي حصلت وكده، ما يعني حتى اللاعبين متحفظين، ما فيهم زول يتكلم في انه اللي اتقال شنو واللي ما اتقال شنو، فدي لغه اللاعبين جوا الملعب ما بينهم يعني. فالحاجه دي ان شاء الله ما حاجه ان شاء الله حتاثر على العلاقه ما بين الاهلي وما بين المريخ، وعادي يعني الناس كلها جوا الملعب بيكون دمها حار وكده، وبتحصل المناوشات دي عادي جدا جدا يعني، ما حاجة غريبة علينا، ونحن لعبنا في أفريقيا كتير ولعبنا في الوطن العربي، وحاجات طبيعية يعني بتحصل لنا. الأستاذ أنس نصر الدين مدير الكرة في المريخ حط الحدث، هو ما فيش حدث، صدقوني ما فيش حدث يعني، الواقعة لم تستغرق لحظات، وقال لك حتى اللعيبة ما قالتش حاجة، ما أصرتش حاجة، لم يسفر الأمر على خلاف، يحدث هذا الأمر تعليقات بين اللعيبة في الملعب، ولم وده وهو خارج طازة من وخسران مش كسبان ولا متعادل، يعني كان المفروض إن هو يعني في ناس كتير الحمد لله إن الراجل ده عنده من القيم الرياضية إنه يفهم يفصل، يعني تتلكك وتروح مستندة إلى من يحاول إلقاء الحطب على النار اللي مش موجودة أو إشعال النار. تعرف يا أستاذ إبراهيم الموقف بتاع كهربا ده عامل زي إيه؟ في الماتش ده في مسرحية للأستاذ عادل إمام شاهد ما شافش حاجة. كان في لقطة وهم رايحين يقبضوا عليه، فالعسكري ضخم كده واقف جنبه وهو خايف منه، وابتدى بقى يقول له إيه؟ ما بيحترمكش، يشاور له على ايه؟ رئيسه او وكيل النيابه. قال هو بيكلمك كده ليه؟ فضل يسخن في الراجل، والراجل يتنفخ لما كان ان هو يعتدي على رئيسه. هذا ما تفعله بعض الاقلام وبعض التحريض، تحريض على وضع غير موجود. شوف بيبص لك ازاي، شوف بيكلمك ازاي، شوف عمل ايه، لدرجه دفعت بعض مقدمي البرامج، وهو ده الهدف بقى. ايوه يعني يفصح عن مكنونه ورغبته. الاهلي يفكر في الاستغناء عن كهربا في نهايه الموسم لانه اتكلم بطريقه مش ظريفه مع اللاعب المريخ. مش ظريفه. اذا انت كل لعيب بيتكلم بطريقه مش ظريفه يدرس الاهلي في الاستغناء عنه، او هكذا تريد ان تصل الامور. هو ده التارجت بقى، ده الهدف. انا ازاي تقدر تضغط عشان تطفش كهربا من الاهلي. اشكر مثل هذه او هؤلاء الذين بينبهوا جماهيرنا، خلي بالكم الخدعه. ايوه هو ده الهدف يا شباب. كهربا شان لعيبه كتير، هو اسخن شويه، لكن اللي يشوف تطور وسلوك كهربا يعرف
حجم تأثير الأهلي عليه. هو ده كهربا اللي كان ما يتقال له كلمتين من رئيس نادي يروح باخخ فيه ويعتدي عليه؟ لا، ده الكهربا دلوقتي شوف انضباطه والتزامه واحترامه ويشعر لنظام الفريق، ويشعر انه خلاص يحاسب على كل صغيرة وأي وكبيرة. خطأ هيصدر منه أو من غيره هيتحاسب عليه. إنما كهربا هو كمان كل ما ينجح كهربا مع النادي الأهلي في الدقائق اللي بيلعبها بيجنن اللي عايزين يوصلوا للنتيجة. الكهربا تلسع الناس اللي عايزين يقطعوا الكهربا عن كهربا. فخلي بالكم، أشكركم لأن جمهور الأهلي بياخد منكم وبيدعم كهربا. وبعدين يطلع بقى إيه حمالة الحطب يكملوا، الحق ده المريخ هيشتكي الأهلي في الفيفا. أخطر بقى ما يبقى. ايه يا عم ليه؟ قال لك لا علشان الاساءه العنصريه. عنصريه؟ نفسي اعرف جابوها منين. حتى لو كانوا بينقلوا عن، ما هو المريخ عنده اعلام مضاد له في المريخ في السودان، بس اللي هنا بقى اللي تلقفوا اي كلام زي ما عملوا سيفون سبورت والفوضى بتاعه ماتش ام درمان. ايه فكره ان انا باخد اي حشو وخلاص؟ واتبنى هنا اتجاه المريخ رايح الفيفا ضد الاهلي. مين سمع كهربا قال ايه؟ ومين سمع انه النادي المريخ اشتكى قال ايه؟ طب ده مدير الكره سمعناه، نائب رئيس النادي بقى يا بتوع الهتافات العنصريه والاساءات والشكوى للفيفا، هل المريخ هيشكو الاهلي بعد كل هذه الحفاوه وهذا التقدير المتبادل للاتحاد الدولي؟ سئل الاستاذ علي ابا بشر نائب رئيس المريخ على قناه صدى البلد، ناوي تشتكي الاهلي ليه؟ نشوف المشادة اللي حصلت ما بين كهربا وإسحاق، هل اتطورت عندكم؟ هل سألتم؟ هل قررتم أي قرار بشأنها ولا الأمر لا يتعدى تقارير سيد علي؟ أسمح لي أن من خلال هذه المشاركة وبرنامجكم أتقدم بالشكر لأستاذ النادي الأهلي رئيس النادي سيد الخطيب كابتن الخطيب ولكل جمهور الرياضة المصري والأهلي على حفاوة الإقبال والكلام الصياد. حقيقة ما حصل من يعني كلام كثير، أنا سمعت حقيقة في سمعت من الإعلام حقيقة من بعض الإعلاميين في مصر أو الإعلاميين في السودان. نعم. تناولوا أمر بعض المشاكسات اللي ممكن تحصل في المباريات، شيء عادي وشيء طبيعي جدا. لم يلغى لمستوى ان تكون هناك شكوى. وان ممكن نعتبر الامر ممكن اذا حصلت اشكاليه ممكن تعالج في اطار عتاب باعتبار ان النادي المريخ والنادي الاهلي اشقاء. فحقيقه نريد ان يكون الاعلام يتناول الامور بشكل ايجابي، ان يكون النقد نقد بناء. وممكن احنا قبل ايام برضو سمعنا هنا يعني كلام عن مباراه الزمالك والاسماعيلي وكان التناول بشكل غير دقيق. والمهنيه مهمه حقيقه في الاعلام. نعم. يعني لابد من انك تغسل الخبر مصدره الصحيح والحقيقي. نعم. الموضوع اللي تم موضوع بسيط وشيء طبيعي ممكن يحصل داخل الفريق نفسه يعني. تمام. مش من فريق منافس. اين انت يا حمره الخجل؟ حقيقه يعني يا خساره الراجل اللي رايح يشتكي الاهلي للفيفا يبدا حديثه بشكر النادي الاهلي ورئيسه وجماهيره للمسانده والحفاوه التي لقيها المريخ، ثم يتطرق الى الواقعه ويقول لك ما كانش فيه تقريبا واقعه تستحق ان احنا نتوقف قدامها. قال لك ما حدث يحصل داخل الفريق الواحد ده. ولكن يعني اهم ما قاله انه وجه اللطمه بقى للاعلام، نتمنى ان يتم تداول الامور بشكل ايجابي. أيوة. انت اللي جاي تسخنني، انت هو الراجل ده فطن الى اللعبه. انت رايح تحرجني قدام جماهيري في السودان بتقول ايه اللي حصل وتزعم ان امرا ما يستحق التوقف والشكوى، وان انا لا احنا لقينا حفاوه لقينا بنشكر بدل ما نشكو، بدل الشكوى قدم الشكر. وقال للاعلام اقفوا، يعني لما الراجل صاحب الشان يقول لك فين التناول الموضوعي، وبعدين يشير الى ما سبق للاعلام ان قام به في مباراه الاسماعيلي. ايوه. ويقول لك
كان تناول غير لائق، غير يعني غير مسؤول. هذا ما نقوله. ولذلك انا والله اتمنى ان يحصل تحقيق في هذه الواقعه، ونشوف كل واحد استند الى ايه، وايه الغرض. واصل التيار ده هيستمر يا جماعه، لن يتوقف. هذا تيار لن يتوقف، ويجب فعلا في مرحله احنا بنحط ضوابط اهي اعلاميه ان كل انسان يتحمل ما يقول. اعتقد مفيش كلام تاني، سواء مدير الكره في المريخ او السيد نائب رئيس نادي المريخ، وكانه الناس عايزه تقول لحماله الحطب اتكسفوا اتكسفوا بجد. ما يصحش، دي علاقه تاريخيه ازليه، ما ينفعش العبث فيها بهذا الشكل. ما ينفعش ان انا اصدر مشكله واخلق ازمه واقعد اتقول واقعد اقول اصله حصل واصله العنصريه واصله الهتافات، والاقي حتى المواقع نقلت برضه عن غير ذي وعي بنفس النظام. ده كلام غير مسؤول بالمره. ويكفي انه المسؤول السوداني الشقيق نفسه قال لك اتمنى الاعلام ان يتعامل بايجابيه، لانه اللي انتوا بتقولوه ده بيحصل داخل الفريق الواحد، مش داخل فرقتين بيتنافسوا. نتمنى انه حماله الحطب يدركوا خطوره الموقف وعبث اللعب بالنار. بعد الفاصل ناس تانية هتتمسك بعظمه لسانها. اهلا بحضراتكم من جديد. وكان الموسم خلص او لسه احنا في فتره الانتقالات الشتويه، تفتح اي جرنان اي موقع تسمع لاي برنامج عروض للعيبه الاهلي، الشناوي مطلوب مش عارف فين، حسين الشحات مطلوب لفين، فلان هيمشي، فلان مش هيكمل. كل ده لنفس الهدف اللي المهندس عدلي اشار لكم ليه قبل الفاصل. الفريق هيبقى مستهدف، ازاي تقدر تهز استقراره، وازاي تقدر تشغل لعيبته، وازاي تقدر تفركش الفرقه دي ازاي. فهتلاقي باستمرار في كلام عن عروض وعن انتقالات وعن رغبات وعن وعن وعن، وكانه احنا فعلا في موسم انتقالات. هو انا بنشكرهم وما دي عمليه لتسويق لعيبتنا كتاخيرهم عليها. لكن لما يبقى اللعيبه معظمها جدد بسلاسه شديده، معظمها اعرب عن رغبته في الاستمرار مع النادي الاهلي، لانه بيحقق مع النادي الاهلي مش قادر يحققه بره حتى لو راح اوروبا. يعني انت عشان توصل اللي حققه محمد صلاح محتاج سنين، حتى لو انت عندك المقدره. مش كل لعيب هيسافر بره هيبقى محمد صلاح. فالنادي الاهلي النهارده ماشي كويس، وفي كلام ان المنافس وتجديد المنافس هو دي بتخفف الضغط. يعني المرادفات ان تحط دي قدام دي بتخفف الضغط بالنسبه لبعض الناس اللي بتختلق هذه الاخبار، او حتى لو هي اخبار لا ترقى. انا بيجي لي تليفونات كتير جدا، انتوا بتفكروا في فلان؟ لا، جبتها منين؟ يبقى حدث، يبقى في عرض، يبقى مش عارف الاهلي يرفض، يبقى اللاعب مقموص عليه. كل ده على سؤال مثلا انه هل في احتمال تسيبه فلان؟ ونسيبه ازاي والموسم شغال؟ والله في مدرب هيقدم تقرير. لا، وانا بقول لهم ايه؟ هرجع للجهاز الفني والكابتن سيد عبد الحفيظ وبقول لهم الرد. لا، مفيش كلام من ده، احنا دلوقتي مستقرين على اللي احنا فيه. فانما الحدوته ما بتخلصش عند هذه الاجابات، لان الغرض منها ما هواش غرض خبري سليم او موضوعي، هو انك تخلق حاله من التوتر وعدم التركيز والاستقرار وتعمل مقاربه. طيب، كابتن امير توفيق مدير التعاقدات في الاهلي سئل في الام بي سي عن عروض لعيبه الاهلي، نشوف قال ايه. الناس كلها بتقول ان حسين الشحات في عرض خارجي وان هو ممكن يمشي او النادي الاهلي يسيبه ان هو يخرج بره بسبب وجود هذا العرض. لا طبعا الكلام ده مش مظبوط خالص. حسين موجود معانا عادي جدا. لازم بس نحط يعني تبقى الدنيا واضحه ان احنا اصلا انت النهارده شهر 2 فكده كده لسه الصيف فاضل له 5 شهور عشان الويندو يفتح سواء في مصر او في الخليج او اوروبا. برافو عليك. لسه بدري جدا على الكلام ده، الكلام ده مش في محله خالص دلوقتي ان حد يطرحه. حسين من اللعيبه المهمين جدا بالنسبه لنا اللي ليهم دور مع الفرقه، ومفيش اي نيه ان احنا نفكر في حاجه زي كده دلوقتي. يعني حسين الشحات مكمل مع النادي الاهلي، مفيش اي مشكله. لا، الكلام ده اصلا ما طرحش، ده كلام كله كان اتهامات اعلاميه مش اكتر، يعني مش كلام صح خالص يعني. تمام، نخش في الملف الثاني، ملف محمود كهربا. ايضا الكلام كتير ان كهربا يعني بسبب ان في مشاكل
موجودة ما بين كهربا وما بين اللعيبة وما بين الأزمات الأخيرة وما بين مباراة المريخ وقبلها الغرامات، إن كهربا خلاص في طريقه إن ده يكون الموسم الأخير ليه مع النادي الأهلي. ما فيش أي مشاكل مع كهربا خالص، الدنيا كهربا ملتزم جدا، حتى لو كان حصل أي تصرف ممكن يكون في أي يعني حاجة مش ماشية معانا في النادي، كابتن سيد ممكن كان يتصرف وقتها لما حصل قبل كده على موقف معين يعني. بس غير كده لا، كهربا مش كويس جدا، اللعيبه بتحبه وهو قريب جدا من اللعيبه، ده كله كلام برده مش مظبوط، ونكمل معانا عادي جدا. تمام. طيب هل في عرض جه لاجاييه من بيراميدز ولا مجرد كلام؟ لا لا، برده كلام، برده كلام. ده يوم النفي العالمي. يوم النفي العالمي. هو بيقول لك اللي حصل، انت بتسأل بيقول لك اللي حصل. نمرة اتنين، هو احنا لازم الاجابات تيجي تغذي فكرة عندنا، ولا الحقيقة لما تتقال ولا تلبي الاحتياجات؟ ما هوش يوم النفي ولا حاجة، هو بيقولك اللي حاصل. كهرباء يا جماعة ملف لازم يتقفل عندنا احنا، يتم تداوله بعدم اهتمام، لان المسألة بسيطة جدا. كهرباء في ادارة كورة، ما يحدث لأجاييه وحسين الشحات وكهربا والبتاع، هذه إدارة لفريق كرة القدم، ولا يمكن عند إدارة فريق كرة القدم أن تدار في السوشيال ميديا. الفريق مستقر، عنده أهدافه، يسير فيها بشكل جيد، يضايق البعض ويخلي البعض لازم يفتعل مثل هذه الأخبار. أجاييه يلعب ماتش كويس، أجاييه ماشي. طب ما هو كان بتعور بقالكوا مدة، اختفت اخباره. لكن ما ان يتالق نبتدي نترصد ان احنا نذكر بشكل يقلق جميل الاهلي، وفي نفس الوقت يمكن اجاييه يعني يتزغلل او ينشغل، وتبتدي يتقال لك لا. ده في نقطه تانية مهمه جدا، موضوع الزج باسم بيراميد في تفاوضه وباسم لعيبه بتتزق على اجاييه عشان تدي له عروض مش عارف ايه في الوقت اللي انت بتفكر تجدد له وتمد عقده. عايزين ناخد برضه الاخبار دي بحذر، ولازم يطلع شيء بقى من بيراميد يضع النقاط على الحروف كناس مسؤوله. وايام ما وضع نقاط على حروف، لا واتضح ان لا هي نقاط يا استاذ ابراهيم. انا بتكلم والنبي، عشان ما احنا مش في توقيت يسمح لاي نادي ان يفاوض لاعب عقده مرتبط بيه، ما هوش في نهايه اخر ست شهور. لان النادي الاهلي سوف يتخذ من الاجراءات اذا لم يتم التوقف مثل هذه الاخبار، وكانت صحيحه، انا اشك انها صحيحه، لان برضه في ناس بتفهم في بيراميد تقدر تنبه ان ده غلط، ممكن يوقعنا او يعرضنا لعقوبات. تداول الامر بالبساطه دي في الاعلام، انت بتدي الحق لوكلاء اللاعبين واللاعبين وبعض الناس اللي هي مش مدركه يعني المسؤوليه قوي، انها تستسهل الكلام بانك بتفاوض وبتغري وبتعمل في غير الاوقات القانونيه. فارجو طيب ننتبه جميعا. خلصنا من التلت الهجومي، اخبار عن شحات، عن كهرباء، عن اجاييه. ارجع لورا شويه، نسال الكابتن سيد عبد الحفيظ، هو رامي ربيعه ايه مشكلته في الام بي سي؟ نشوف. بالنسبه لرامي ربيعه مستمر يا كابتن سيد؟ رامي موجود وعنصر في الفرقه، ممكن يبقى المشاكل بالنسبه له يعني ما كانتش موجوده النهارده او مش موجوده بشكل كبير في الفتره اللي فاتت، لكن هو واحد من عناصر الفرقه، اكيد ممكن يبقى له دور، بس القرار الفني من شركة او عدمها دي خاصه بموسيمان يعني. لكن انا متاكد زي ما قلت لك ان انت هتمر في حاجات كتير قوي، فممكن اي دور اي لاعب يلاقي نفسه موجود في اي وقت، لكن هو كمان يبقى مستعد. مش رامي بس الكلام ده، لكل الناس نفسيا وبدنيا وفنيا، ورامي بيتمرن بمنتهى القوه، قد يكون مش موجود دلوقتي لكن ممكن الفرصه تجيله في اي وقت يعني. موجود في الفريق رامي، والعلاقه بمنتهى وارد جدا تلاقيه موجود في الملعب دلوقتي فنيا. بقول لك بيتمرن بمنتهى القوه، دي اهم جمله في الموضوع. ايوه. انما يمكن اللي سال السؤال استند الى انه ما سافرش مع الفريق كاس العالم، يعني دي الشيء الوحيد اللي ممكن يبقى السؤال هنا له سبب. لكن الاجابه ايضا حسمت الامر. طيب ده نظام الاهلي يا جماعه. ده نظام الاهلي، انت انتهت فتره القيد سواء الشتوي او الصيفي، انت بتقفل على فرقتك وبتستمر، مفيش حاجه اسمها دلوقتي حد يقدر يقول لك مين هيمشي، لانه ما حدش بيمشي حد، اللي بيمشي حد ويقعد حد الراجل المدير الفني، وده بيقدم تقريره في نهايه الموسم.
بعد ما يكون شاف كل العناصر ووقف على كل القدرات واحتياجاته كمان المستقبليه. ده نظام الاهلي. بالمناسبه نظام الاهلي واختلافه عن نظام الزمالك، وانا ليا راي في حته المقارنه ديت، انما كابتن احمد حسام ميدو سال الصديق العزيز ابو المعطي زكي عن الفرق بين الاهلي والزمالك، حتى وان كان لنا راي في وجوب الراي والمقارنه، بس نشوف ابو المعطي. فالفكره انت فكر في النادي قبل ما تفكر في نفسك، وده الفرق بين الاهلي والزمالك، ان بعض مسؤولي الزمالك بيفكروا في انفسهم ويحاربون الكفاءات المتميزه في ناديهم ولا يمنحون الفرصه لابنائهم. يقول لك العجل، خالد رفعت ده كان مع عبد القيع في دوره في مانشستر، شوف عبد القيع اشتغل وعمل اسم قد ايه، وشوف خالد رفعت حاربوه قد ايه، ما جاش غير مع سياده المستشار عماد عبد العزيز. وذكر طيب، هو مش خالد رفعت بس اللي كان معايا الحقيقه، احنا كنا في 2005 والنادي الاهلي بعتني احضر سيمينار دولي مانشستر يونايتد بمشاركه الاتحاد الانجليزي عن فكره التسويق الرياضي واداره الانديه. فانا لما رحت التقيت الحقيقه بثلاث نماذج، الثلاثه ابهروني. الاستاذ خالد رفعت ابن الكابتن العظيم احمد رفعت الله يرحمه رحمه الله عليه، والدكتور اشرف صبحي كان موجود وقتها في هذا السيمينار وزير الشباب، وكان وقتها مديرا للعلاقات العامه في نادي الزمالك. والله يرحمه ايضا يسري عبد الغني جاء يمثل نفسه، هو كان في نادي السكه الحديد. وراجل من الشخصيات بسم الله ما شاء الله، عارف اللي يقول لك ده ابن موت. كان يتحط على الجرح يطيب، وراجل طموح ومؤدب لدرجه ان انا لما جات لي فرصه ان انا بقى في الاتحاد المعين، يعني كنت من حريص ان انا اقدم النماذج دي اللي ما دخلتش. يعني هو دكتور اشرف صبحي بقى زميلنا في الاتحاد، وانا رشحت يسري عبد الغني وخالد رفعت نستفيد بيهم. وكنت بندهش جدا واحنا هناك شايف النماذج دي، ازاي نادي الزمالك عدوا الناس دي وما لهاش الدور المؤثر جوه نادي الزمالك. لكن ارجع اقول لك، ماليش دعوه بقى بنادي الزمالك او اي نادي تاني، هو ليه النادي الاهلي بعتني، وليه النادي الاهلي بيبعت امير، وليه النادي الاهلي مستمر على هذه السياسه، ويبعت حتى عضو مجلس اداره في ريال مدريد زي المهندس سراج والاستاذ خالد مرتجي، ليه بيبعتهم يحتكوا بالتجارب الكبرى وياخدوا الخبرات؟ طريقه من طريقه اعداد الكوادر وعدم حدوث فراغ بين الاجيال، وان اللي يعمل شغلانه يعملها وهو فاهمها ويعملها وهو قادر على تطويرها. وده كان له مردود كبير جدا الحقيقه، وقدرنا نعمل حاجات كتير في النادي الاهلي من هذه التجربه وغيرها يعني. طيب انا بس استوقفني حته المقارنه. يا جماعه الاهلي نادي له نظامه وله سماته وله وضعيته وله الخصائص بتاعته وله المرجعيه التاريخيه اللي بتحكمه. مش بالضروره ان انا اطالب كل الانديه او اي نادي اخر ان ما عملش زي الاهلي يبقى هو غلط. المقارنه دي لازم أن تتوقف، لانه كل نادي، ليس تقليلا من الزمالك ولا تعظيما للاهلي، كل نادي له خصائص وله سمات وله طريقه وله كوادر وله عناصر وله حاجات كتيره جدا اللي بتخليه مختلف على الطرف الثاني. شيء بيوغر صدور الجماهير ان انا باستمرار اتفرج على البرامج الدفع بالمقارنات، هو مين احسن، الخطيب ولا حسن شحاته؟ هو مين افضل، ثابت البطل واكرامي ولا عادل مأمور؟ ده حاجه وده حاجه، وده محترم وده محترم، وده ادى وده ادى. ليه فرض هذه المقارنه؟ هو انهي نظام؟ نظام الاهلي ولا نظام الزمالك؟ ده نظام وده نظام. اختبر وتجرب على مدى سنوات طويله جدا، والناس شايفه النتائج عامله ازاي. مش بالضروره ان انا بقلل من ده او بعظم من ده، لكن صدقوني شيء خطا جدا منهجيا ان انا افضل فارض على الناس هذه المقارنات. اخطر من كده يا استاذ ابراهيم، ده دي ساعات بيبقى لها سبب. يعني يمكن الاستاذ ابو المعطي لما بيتكلم بيقول على الزمالك انا استفيد عنده كوادر كويسه عايز يستفيد. كويس، مش بالضروره، لانه لما حتى مش بالضروره، يعني انا فاهم قصدك، لانه المهندس عادل القيعي قبل ما تقول ان هو كان مع الكابتن خالد رفعت في 2005، لا، المهندس عادل القيعي كان عضو مجلس اداره في النادي في السبعينات، فبالتالي فرض المقارنه ديت منطقيا ومنهجيا مش سليمه حتى. يعني خلينا ناخد في المبدا، انت بتجهز كوادر عشان تستفيد منها كويس، بس خدها في الاطار ده
لكن انا الاخطر من كده، سيبك كل ده، ده مش هو ده المزعج يعني. هو مش فير، انا معاك المقارنات بظروف المختلفة ما بتبقاش عادلة تماما، بتظلم طرف وتحمل على طرف ماشي، وممكن 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 تحرجك انت ومطلوب منك بقى طب ورينا يعني، فاهم ازاي؟ انا ماشي في سكه وانت ماشي في سكتها ماشي، بس ما علينا. انما الشيء المزعج جدا ان بقت الفقره اللي تكاد تكون فقره، مش عايز اقول لفظ ما يعجبش البعض، لكن هي فقره ترفيهيه اكتر منها فقره فنيه، انك تجيب حد زملكاوي وحد اهلاوي وتقعدهم بعض، يطلعوا اتنين لعيبه، يطلعوا اتنين نقاد، يطلعوا اتنين مشجعين، يطلعوا اي حاجه، اتنين ان ده اهل وده زمالك، وتدور ويدار الحوار بنفس الاسئله. ها لما الواحد زهق وبقى عارف ان ده حاجه بيقول ايه وده حاجه بيقول ايه، واصبحت العمليه بتستدعي ناس من الظل انها تواجه الكاميرا وتبقى باب من اسباب العمل، انك انت اطلع اشتب وبان غريب وهاجم، لدرجة ان في نقاد فقدت وقارها، كان الواحد عاش السنين اللي فاتت دي يعني اما يقرا لهم يناقش اللي بيقولوه، انما يطلع دلوقتي يتاجر بالكلمة عشان مطلوب منه الدور ده ولا مش هيجي. يعني تشعر بهذا؟ ان ما جيتش قلت كده كذا كذا والناس بقت فن، ما هو الفن له حدود، ما انت ممكن صحيح. اول مرة تبقى الفقرة طريفة أو تشدك أو السخونة دي، يا إنما لما تبقى فقرة ثابتة في كل البرامج ابتذال بقى وملل، ونفس الأشخاص ونفس ملل، ونفس التوجه ونفس الكلام بنفس الأسئلة، استفدنا إيه؟ عايزين نستفيد يعني. طب ما تجيب واحد زملكاوي واحد أهلاوي وتخليهم يتكلموا في طرق اللعب، في طرق، إنما عملية التقييم هو مين أفضل؟ زي ومين ما أكبر؟ بدون. مين أكتر؟ مين شعبيته احسن؟ مين احسن؟ كلام حتى على الصور المتكرره بقت هي عباره عن كده. مين بتجيب واحد تقول له مين احسن؟ حسن شحاته، مع احترامي للجميع، ولا كابتن الخطيب؟ ليه؟ حسن شحاته لعيب عظيم، كابتن الخطيب لعيب عظيم بالظبط، كابتن علي ابو جريشه لعيب عظيم بالظبط، كابتن الشاذ لعيب عظيم، الدز وصالح سليم، كل دول عظماء. انا مش بحصر، انما المقارنه مين ولا مين؟ هي دي اللي انا معاك، هي دي المقارنات للأسف المملة جدا. لكن زي ما قلت لكم كل نادي ماشي في سكته وكل نادي عنده نظامه، في النهاية طريق النادي الأهلي أفضى بيه إلى العالمية الحقيقية، في النهاية مشوار النادي الأهلي النهاردة إنه متصدر أندية العالم حصولا على البطولات، ده كلام المواقع العالمية، وسمعته الأستاذ فتحي المولد التونسي. أنت بتتكلم على القرن 21 في القرن 21 طبعا، بعد 21 سنة في القرن الجديد الأهلي في صدارة أندية العالم، الأهلي دخل متحف الفيفا بكل حفاوة وتقدير. هتشوفوا باسكال تسوبل مسؤول المتحف الفيفا يتحدث عن استقبال هذا المتحف لفانيلة النادي الأهلي موقعة من رئيسه الكابتن محمود الخطيب. Hi guys, this is Pascal Superbühler, former Switzerland national team goalkeeper and FIFA Museum Ambassador. I'm here right now in Qatar for the FIFA Club World Cup 2020. We are collecting objects on sale for the FIFA Museum collection. And for this, I wear for once not my goalkeeper gloves, but the fantastic FIFA Museum gloves. This jersey here was given to us by Africa's most decorated club, Al Ahly from Cairo, Egypt. They have won the African Champions League a record 9 times. This year they equaled their biggest achievement to that, a repeat of third place back in 2006. Great job guys, fantastic. We are especially excited for this shirt to join our collection as it is signed by Al Ahly current club president, Africa's superstar Mahmoud El Khatib, known as Bibo, and he is signed here with Bibo. Some even call him Egypt's Pele. Stay tuned guys, in the coming days we will share more objects from the tournament that will join to our collection. طيب مسؤول الفيفا هو يقدم قميص النادي الاهلي الموقع من رئيس النادي بالكلمه الشيك اللي كتبها واحنا جنبه، فاحنا عارفين مضمونها يعني، اتمنى لهم الخير واتمنى لهم، ويذكر حيثيات يعني استقبال المتحف
لهذا القميص ان النادي اللي تسع مره بيكسب، النادي نادي القرن، النادي اللي عمل وعمل وعمل ويسرد ان انشئ 1907 ويسرد معلومات. لما يبقى مسؤول الفيفا بيقرا عن النادي الاهلي عشان يقول معلومات، مش بيقرا لنفسه، عشان يقول اسبابه الموضوعيه التي استندت الى الاحتفاظ بقميص النادي الاهلي. دي كمان فيها مجامله ولا كان شطه موجود ولا كان مصطفى فهمي موجود؟ يعني يا جماعه هو انجازات يقابلها تقييم، يقابلها تقدير، يقابلها ما يراه النادي الاهلي. هذه مساله بسيطه جدا، احنا بقى لازم ناخدها في سياقها ونجتهد يبقى لنا تاريخنا الخاص. هي دي قيمه الاهلي وهو ده الاهلي. هنطلع لفاصل اخير وبعد الفاصل نتواصل. اهلا بحضراتكم من جديد. شفنا في كل اللي فات يوم النفي العالمي ويوم كشف الحقائق بشكل واضح جدا ويوم استجلاء صوره النادي الاهلي، هو ده الاهلي بهذا الشكل وهي دي تقاليد الاهلي ودي ثوابت الاهلي. اللي بيحدث النهارده مش من فراغ، بالعكس ده هو بينطلق من ثوابت كبيره جدا وتقاليد راسخه يا باشمهندس. اللي ملوش تاريخ وثوابت يتمسك بيها صعب انه يكمل طريق النجاح. عشان كده كان من المهم في الختام إطلالة جديدة وأخيرة على مجلتنا من 40 سنة. كيف كانت مجلة الأهلي في ديسمبر 1980؟ يعني أنت عايز تقول لي إن مجلتنا، ربط جميل، ترسخ لتقاليدنا الإعلامية. أيوة اتفضل نشوف مجلتنا من 40 سنة وتحديدا في ديسمبر 80 كان فيها ايه. في مجلتنا من 40 سنة وتحديدا في العدد الصادر في يوم الأربعاء بتاريخ العاشر من شهر ديسمبر لعام 1980 والذي يحمل رقم 355 بسعر 10 قروش، جاء في غلاف العدد صالح سليم يتكلم. وكان الحوار عقب نجاحه في الانتخابات الشرسة التي واجه فيها الفريق عبد المحسن كامل مرتجي الرئيس السابق قبل تولي صالح سليم المهمة رسمية. وكانت أولى كلمات صالح سليم بعد النجاح ثقتي كاملة في الجهاز الفني وفريق الكرة. وفي الغلاف أيضا مرحبا بصالح سليم رئيسا للأهلي. والوعي الرياضي والانتخابي العظيم يتجلى في انتخابات أبو الأندية. وكل هذا كان يتواكب مع مباراة للأهلي أمام المنيا في بداية الدور الثاني للدوري. وكتب الأستاذ نجيب المستكاوي رئيس التحرير مقالا بعنوان بالأمانة والشرف أصدرنا الأهلي وبالتوفيق ندعو لها. وفي تغطية الانتخابات أيضا هذه هي تقاليد الأهلي وجو هادئ يليق بأبو الأندية. ورصدت المجلة على صفحتين 40 ساعة مع انتخابات الأهلي أكبر جمعية عمومية في تاريخ الأندية، وصور لنجوم فريق الكرة وحضورهم الجمعية العمومية. وفي حوار شامل لصالح سليم عقب الانتخابات جاء فيه صالح سليم يضع النقاط على الحروف: أرجو الجميع التريث لأننا لا نملك عصا سحرية، اهتمامنا سيكون لكل الألعاب وليس للكرة فقط، المباريات القادمة سيؤديها الفريق بروح وهمة وعزيمة جديدة، إني متأكد من أن جمهور الأهلي سيقف وراء فريقه وأيضا واثق من أن فريقه لن يخذله أبدا. شوف لما تقرا الكلام، اولا ده كان اول حديث الكابتن صالح عقب انتخابه في اول ولايه له. رئيس تحرير كان الاستاذ نجيب المستكاوي، تحدث ان احنا هندير هذه المجله بالامانه والشرف ونتمسك بالتقاليد ونرجو التوفيق. هل ده كلام ما بتسمعهوش النهارده؟ هل ده كلام مش مستمر لحد النهارده؟ الم يكن هذا هو الدستور الذي انتهجه الاعلام الأهلاوي منذ نشأة المجلة حتى اليوم مع تنوع الإصدارات والأساليب أو الوسائل الإعلامية؟ هو لما تشوف الكابتن صالح، وهو على فكرة الكابتن صالح
نزل قدام الفريق مرتجي مرتين، اول مره لم يوفق ونجح الفريق مرتجي، فلم يحدث اي نوع من انواع الصدام ولا التوتر، والناس الاهلي عاش فيه هدوء وسلاسه، وانتظر الكابتن صالح 4 سنين وعاد مره اخرى ينجح وايضا يعيش النادي الاهلي في هدوء وسلاسه، ولم يحدث اي نوع من انواع التوتر، ويبقى الفريق مرتجي حتى لحظه وفاته حريصا على التواجد اليومي، ولكن بشكل لا يثير اي مشاكل. هذا هو الاهلي، هذه هي التقاليد. والكابتن صالح يتحدث عن عظمه الجمعيه العموميه وانها دائما تضرب الارقام القياسيه استاذ ابراهيم، وان هي هو ده النادي الاهلي مبني على يا جماعه تقاليد راسخه، هو ده اللي عمل التاريخ ويحدد خريطه المستقبل. عشان كده يمكن المجلة كمان الشهر القادم في مارس بتدخل عيد ميلادها، كان من المهم ان احنا نرتب لكم لمفاجأة كبيرة جدا هتعرفوها وقتها، ولازم اللي هيحكي لكم عليها واللي هيكشف لكم عليها مؤسس المجلة المهندس عادل القيعي، بالتأكيد هتبقى مفاجأة كبيرة. بس انت صاحب المفاجأة، هنشوف هنعمل ايه. خلينا في وقتها، لانه خلاص مارس على الابواب، وهتشوفوا حاجة تسعدكم وحاجة تخليكم دايما وابدا شايفين الاهلي كان عامل ازاي، ومتابعين لكل اللي اتكتب واللي هيتكتب عن الاهلي بشكل ان شاء الله يسعدكم ويوصل لكم المجله اينما كنتوا في اي مكان في العالم. كل التوفيق للاهلي بكره في تنزانيا ان شاء الله، ودمتم للاهلي دائما ودام لكم الاهلي باذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير نلتقي في الثامنه مساء الخميس القادم ان شاء الله. تصبحوا على خير.